جمع، حاجات مفرد وحاجات جمع. يعني مثلا الألم ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. حاجة واحدة، الحاجة اللي منها واحدة بس تبقى مفرد. نبدأ بقى من اتنين يبقى جمع. كده بقوا جمع، كده بقوا جمع. يبقى الواحد بس هو اللي ايه؟ مفرد. ده اسمه ايه؟ بني. هحط له ايه ولا ان؟ ا. يبقى ا بن. ا بن. طب فرضا ان انا جبت اقلام كتير، عايز اجمع الكلمه، بعمل ايه للكلمه؟ بحط لها كلمه الحرف الاس. اس. خلاص كده يبقى بن الجمع بتاعها بن. لا مفيش ا بقى. ا دي للمفرد. ا دي برضه من حاجه. ا بن. دي المفرد. ا بن. ده مفرد. طب لو انا عايزه احولها للجمع بشيل الايه واحط الاس بس في الاخر الايه الكلمه بقت بنز. ما ينفعش احط الايه مع كلمه جمع، محدش يقول لي ابنز. لا غلط، الايه مع المفرد بس، يبقى الايه دي مع الكلمه الايه المفرد. ما ينفعش كلمه جمع احط فيها ايه، الايه والان دولت مع المفرد فقط. ماشي. يبقى انا قلنا الحاجه المفرده بحط لها ايه او ان. طب الحاجه الجمع بضيف لها اس في اخر الايه في نهايه الايه الكلمه. طيب دي اسمها ايه؟ هن. هن يعني ايه؟ دجاجه. كم واحده؟ وان. وان هن. وان هن. طب لو انا لقيت دجاج كتير هتبقى هنز. هنز هضيف لها في الاخر ايه؟ اس. يبقى وان هن. طب لو انا عندي اتنين هتبقى تو هن. Two hands. طب لو عندي ثلاثة هتبقى three hands. أربعة four hands. طيب مالك دي girl يعني إيه؟ بنت. بنت واحدة اسمها إيه؟ one girl. بنتين هتبقى يا مالك three girls. أربعة four girls. برافو four girls. طيب دي كلمة نست يعني عش. يلا يا زين كلمة نست، أنا عايزة عش واحدة يبقى one. برافو. طيب اتنين two nests. برافو two nests. ثلاثة three nests. أربعة nests. four nests. الرقم وبعدين كلمة nests هيبقى four nests. طيب ها ده عايزة قلم واحدة تبقى أبن. أبن أو one pen. طب قلمين يا ندى؟ two pens. قلم واحد يا يوسف one pen. يبقى one pen two pens. يبقى اذا الكلمه المفرد بيبقى فيها ايه او ان، ما بيبقاش فيها اس الايه الجمع. اما الكلمه الجمع ما يبقاش فيها لا ايه ولا ان، وبيبقى في اخرها اس الايه اس الجمع. خلاص كده عندي ولد واحد هيبقى one boy او a boy او one boy. طب ولدين هتبقى two boys. Two boys. ثلاث ولاد. Three boys. أربع ولاد يا تالين. Four boys. Four boys. خمس ولاد. Five boys. ولد واحد. One boy. أو a boy. One boys. One boy. المفرد ما بيتحضروش اسم. بحط الكلمة المفرد قبلها ايه او ايه او ايه. الجمع بعمل ايه يا سارة؟ بحط الكلمة في اخرها ايه؟ اس. ولد واحد يعني ايه يا سارة؟ one boy. ولدين two boys. عربية واحدة one car. عربيتين two cars. ثلاثة three cars. three cars. اربعة four cars. احمد what's wrong with you؟ مالك سرحان ليه؟ فين احمد ده؟ ايه بوي؟ كم بوي ده احمد؟ one boy. طب احمد ومالك two boys. احمد ومالك وزين three
عشان اجمعها بحط في نهايتها اس، بحط معاها ايه او ان في الجمع؟ نو ما بيبقاش فيها معاها ايه ولا ان. الكلمه الجمع ما ينفعش احط فيها ايه او ايه او ان. تعالوا يلا نحل عليها في الكراسه. في المذكرة.